بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ناخذ مني إن شاء الله عن أسعار البقر العشر والعزبات بالصلاة على النبي البكري والوالة والكاسر بالصلاة على النبي من داخل سوق دراوي الدولي 2/1/2024 ونبدأ مع المعلم. كم بالصلاة على الحبيب؟ 48 والعشر العشر 8 والسن 48 و8 وكاس رجوز اللهم بارك 49.5 والعشر والعشر 7 بس الخشانة حلوة برضو 49.5 والخشانة ولا والعشر 7 انضاف بس فاضي لك مش فاضي اصور بقر بس دانية. بس آه. بس البز ما معوش حاجه لو معاه حاجه صوره شفت البز قد كنا معوش بس البز انا خلصت لك شفت البز تاجر البكرية المعلم حمادة المعلم حمادة الصلاة عليه من اسنان تاجر اسنان لا برضو المعلم عادل هنا ثابت وجوده لا 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 عادل غلا عادل بل هني حمادة حمادة بس سعرهم حلو اللهم بارك الاثنين احلى من بعض الاثنين احلى من بعض اللهم بارك الصلاة على الحبيب قلبه جديد والبراوي ندي ب 33.5 وين المعلم عادل النهارده غايب اللهم بارك وينك حاج عادل وين يا اولاد اللي نادر تعجبنا دق يا راجل اضرب بقول لك كم وين معاك النظام السمر الجاي حتاج على السمر ما شاء الله تبارك يمكن تموت بقول لك كم يا عادل كم يا حاج عادل دول بقول لك ولا عادل ولا لا لا كلها محفوظ انا بقول لك الرسمي محفوظ الحاج عادل برضه يا صل على النبي عليه الصلاه والسلام تعجل التلفون 60 وبعد 63 الله يسهل لك يا صاحبي كم اجى 6 جنيه صلى الله عليه وسلم 10/5 50 500 10/5 47.5 اللهم بارك صلى على النبي لا سن تمام سن ما بيقلقش منه كم دي قلت 47.5 10 كم 10/5 بالصلاة على النبي عليك اللهم بارك الله يرزقك يا حاج معانا عجل هنا قصة لينا جاي ما عشان التليفون بس هيفصل كان هنا الصبح بعينا ب65 اللهم بارك الاسبوع الجاي باذن الله نرشد وقدر اهل الدنيا ما شاء الله في عربتين بهايم نازلين في السار واقص كل بهيمه ادق عليهم صورهم ماشي دق عليهم صور اجي لك البيت سلام باذن الله الاسبوع الجاي المعلم حماد بيقول الاسبوع الجاي في مفاجات في مفاجات طب حياك هنتقابل الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي في مفاجات هنا ولا فيسنا هنا حياك الله هنا وفيسنا برا لا خلينا هنا نشوف هنا احنا هنا قريب حياك الله معلم حماده الاسبوع الجاي باذن الله على اسواق بلدنا وحتاج تتفرج الاسبوع الجاي في مفاجات كثيره حياك الله لا المعلم حماده شكله نازل تقيل ايوه باذن الله عليك حياك معلم حماده انا جيت اشوف السوق الدنيا لكن السوق شفته وعجيب بهايم فات ان شاء الله تنور يا معلم حماده تنور معلم حماد السلام عليكم لا بركة ما شاء الله تبارك الله ولا سنة كم بالصلاة على الحبيب والرابع ولا سنة ثلاثة والرابع أيوه ولا سنة كم فلوسه البيع والشراء ب 52 بيع والشراء في البعاد 52 أيوه وأربعة ولا سنة والصلاة على النبي أيوه ما شاف الرابع ما شاف الرابع والثانية دي ثلاثة برضه والرابع ما شاف الثالث ولا سنة كم دي طبعا 50,000 دي 50,000 يعني ان الاثنين نفس السعر؟ لا دي بيشتروا فيها ب 52 بيشتروا فيها ب 52 ايوه الصلاة على النبي عليكم ولا سنة سنة لبان الصلاة على النبي حبيبي على اساس المحافظتين ما شاء الله سعيد عجل ولا سنة حد 53 ما كسرش ولا سنة لبان يا حبيبي يا غالي بالصلاة على النبي عليك رجالة هي صنف الله اكبر والثاني لبان بالصلاة على النبي اشتروا فيها ب 52,000 ايوه وقشر ثلاثة وماشي في الرابع ودي عشر أربعة برضو زيها برضو شهرين انضاف والثالث شهرين انضاف والثالث برضو لبنية و 49 48 بالصلاة على النبي بس فئات اللهم بارك الله يبارك فيك وحكمه للجمهور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كم عمدة بالصلاة على الحبيب
45 والعشر 5 شهور والسن لسه لباني لباني بالصلاة على الحبيب قلبك يطيب اللهم بارك في المال يا عم علي يا عم ايش حد يسوي فيها يا عم جابر تبارك الله صباح الرضا الرجل هز معنا اللهم بارك الله يرزقك يا رب ان شاء الله بس ان شاء الله كام يا عمده دي بالصلاة على الحبيب كام دي بالصلاة على النبي كام كام دي بالصلاة على النبي كام 47 والعشر كام العشر 6 العشر 6 والبيع والشراء بكام 47 والسنة 4 ما شاء الله تبارك الله سعره حلو اللهم بارك اللهم بارك أربعة يا أبوي أربعة أربعة الصلاة على الحبيب قلبك يطيب لك عرب نورينا عرب أنت والله الصلاة عليك كلكم صورت أهو ما شاء الله تبارك الله في البدل مكسر التلفون أها طب شاكا حالة الناس واقفة بهايم هاي وين دي أهو ولا واحد ما باقي ليه قاعد السوق لما السوق واقف أه طب واقفين بالله يعني السوق النهارده ما فيش حركه؟ ثواني 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 عايز اخد معلومه طب ما دقيقه عايزين ناخد السوق واقف يعني حاله؟ اه واقف حاله بامانه ما في غير اللحم اللي مولع شوف ما شاء الله طب ناخد رايكم برضه احنا عشان نعرف السوق عايزين نكمل داود ما شاء الله الله يرزق عليه بيقول السوق اللهم صل على النبي على الفئات كم بالصلاة على النبي المال الحلو ده صور الاول كم هنا صورت صور شلتوت انا ما شاء الله دي خطوه قبل قدام عشان شلتوت عشان اعرف اعدي اللهم بارك في المال والخشانه الصلاة على النبي اللهم بارك حاجه ما شاء الله تبارك الله هنا هنا من هنا صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام كم بالصلاة على حبيبي بيع وشرى ب60 بعشر والعشر كام؟ العشر 3 شهور إلا نديها 2 نضاف 3 شهور نضاف قول 3 شهور قول 3 شهور السنة 4 سنات والسنة 4 سنات الخشانة دي؟ أيوة الله أكبر والبيع عشرة كام؟ 60,000 أيوة مش شديد يا أخي ولا الدنيا؟ لا مش شديد ها؟ هي صنف الله أكبر بس شديدة زي بعض أنا بسألك مش شديد ولا بقول لك أنا مش باخذ منك بس هي وقت يا ناصر خلاص صور زيك صور انت سنة. لا بس الله اكبر صنفي بما يرضي الله يعني صلاة النبي الله اكبر اللهم صل على رسول الله الحق قال يا اخوان صل على النبي اما اتباعت ب 90,000 لبن وراها انتايا صل على النبي 93,000 كم؟ 93 هناك اختي بس هي لبن والده 60 انا بقول اختها اتباعت في البقر ظهر البقرة عم يصور ولا لا؟ اه ولا صور لهم صور لهم دقيقة بنصور دي لما يصور الصبغة ما هو صبي كمان هو بياض وكلها ان شاء الله تبارك الله كم يا خالدي؟ انا اصور من ورا كده طب ما حديها خطوة اخش ازاي انا؟ 51 الكاميرا عاملة 6 و7 العشر يا حاج 51 ايوه والعشر كم؟ 5 شهور الصلاة على النبي العشر 5 شهور والفلوس 51 والسن على الاول صادق على الاول ايوه اللهم بارك الله يرزقك ان شاء الله يا ابويا صورها صبي بالصلاة على الحبيب قلبك يطيب حاضر من هنا يا خال برضو 6 و7 العشر يا حاج بالصلاة على النبي عليك رب يرزقك ان شاء الله بس دي فئات يا حاج بمرض الله يعني علي وايه والمشاهد ليه الحكم ايوه كده نصوب عشان ناخذ لها لقطه ايوه بس دي لقطه الشاشه سبعة على الواجهه هتلاقيها صلاة على النبي وين ال وين السبعة والثمانية يا عرب اللي سامعين هنا؟ سبعة وستة سبعة وستة يا حاج وين السبعة والستة؟ مين الستة ومين السبعة؟ دي الستة ودي السبعة دي الستة كم قروشة؟ عجل ستة كم فلوسة؟ 52 و200 52 و200 والصلاة على الحبيب والسن؟ السن على الأول نظيف على الأول رديها مسوق طب ودي كم؟ ودي 7 شهور 7 شهور وفلوسها كم؟ 51.5 والسن؟ السن على الأول على الأول بالصلاة على الحبيب قلبك يطيب اللهم بارك في المال وأصحاب المال الله يبارك فيك يا حاج عايزين واحد غلط فيها مرد يا علي معلش يا أولاد معلش يا أولاد بريطانيا بترن والله بالصلاة على النبي تليفون من إيطاليا يا إخواننا والله بالصلاة على النبي الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما شاء الله
اسعار البقر الوالد. اللهم صل على سيدنا، ما شاء الله ان شاء الله. لا تنسونا في لايك او شير.